يه احنا خب الحصان في الجود ركز على ثلاث اشياء مهمه طبعا غير الاشياء الاساسيه هي مواكبه البناء الحصان والوزن والاشياء الاساسيه دي ينتهي منها تتكلم عن الثلاث اشياء لحد ما ركز فيها في الخب مع حصان زي كذا مثل مهر ما انعسف في طاقه في نشاط مكان مفتوح الى اخره ركز فيها مهمه جدا مع انك المفروض مواكبتك بالحصان اصلا تخليك تسويها غصب يعني انا اسويها لا شعوريا بدون ما اتعمد بس قصدي اشرحها للشخص اللي عنده اقل دقه يسويها متعمد حتى لو ما سواها لا شعوريا رقم واحد اليد الخارجيه اللي ماسك فيها باقي المقود عندك يعني قاعد تخب الحصان وماسكه باليد اليسرى اليمنى اللي ماسكه باقي المقود او العكس او ماسكه باقي العنان تكون جاهزه ان لو حاول يعض او يلعب وغيره تتعامل معه بالمثل يعني زي ما قلنا ركبت الحصان تعمل معها بيدك اللي ماسك الحصان فيها وجسمك تعمل معها بجسم الحصان و قلت ابطا رجلي خفى اسفز يعني فقط ويدك اليمنى اللي ماسكه باقي المقود تعمل مع فم الحصان النقطة الثانية لما تخبه إذا كنت حاط رقبة الحصان عندك مقرب رقبة الحصان عندك انتبه من فكرة أنه فجأة يندفع عليك خاصة كان عندك عدم دقة يعني حتى لو رديت خشمه بيدك اليمنى اللي النقطة الأولى ذكرناها ممكن يجيك كتف وجسمه كامل أو بتكون حدا أنك أثناء خبك وفي طاقة ما يقدر ينطلق ما يقدر يقمش ما يقدر يسوي اللي يبغاه ممكن يندفع عليك يطمر عليك أنت يجي يفرغ طاقته باتجاهك النقطة الثالثة وهي الأهم انتبه من فكرة أنه فجأة يكون قدامك أو يعني مو مرة جنبك ثم يسحب عكسك يرفسك لأ ذكرت قبل شيء قبل كم مقطع موضوع إن الحصان لابد يحترم مساحتك بحيث إنه ما يقرب زيادة بحيث إنه لو حاول يضرب ما يضربك ممكن الحصان مرات وأنت تخبه يقرب يبعد عنك شوية تصير أنت عند كتفه أو عند حارك أو زي قد خيل جمال فرضا أو عند نص منتصف ظهره ثم فجأة في اللحظة دي يوخر يسار تماما يرفسك حتى لو كان رفس بسيط شوطة بسيطة أو رمحة بسيطة برجل اليمنى فقط لكن مثلا يمينة أو العكس لكن الشوطة البسيطة هذه بالنسبة له لعب تفريغ شحنة تفريغ طاقة بالنسبة لك كسر فلا بد تكون حذر من الثلاث اشياء هذه يدك اللي ماسكه باقي المقود تعمل مع فمه اذا سحب باتجاهك وحاول يندفع عليك لا بد تكون قادر على توخير عنك اذا سحب عكسك وناوي يضربك لا بد تكون قادر على انك تجيب رقبته عندك عشان ما يرفسك برجله